سبتيني لوحدي يا ماما وما فيش حاجة ليها معنى من غيرك. رسالة مؤثرة من ناهد السباعي لوالدتها بعد وفاتها. صدمة نفسية كبيرة بتعيشها الفنانة شبا ناهد السباعي بعد وفاة والدتها المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي عن عمر 73 سنة بعد أزمة صحية مرت بيها خلال الأسابيع اللي فاتت. دخلت ناهد في حالة صدمة بعد وفاة والدتها، ما بقتش مصدقة اللي حصل لها، بتعتبرها سندها وكل حاجة ليها في الدنيا. ده مش بس كده، ده كمان ناهد ما لحقتش تودع والدتها ولا تقضي معاها الأيام الأخيرة من عمرها بسبب سفرها لبيروت علشان تصور مشاهد من عمل جديد مشاركة فيه، وده اللي خلاها تغيب عن جنازة والدتها وما تقدرش تبص عليها نظرة الوداع. لكن ناهد وبسبب شعورها الكبير بالحزن قررت تكتب رسالة لوالدتها بعد وفاتها، فنشرت بوست ليها على صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا بتودع فيها والدتها وبتقول: وداعا للفريدة، وداعا للهانم، كنت خير خلف لخير سلف، سبتيني لوحدي قوي يا ماما، مفيش حاجة ليها معنى من غيرك، انت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي، اللهم اغفر لأمي وارحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيقام عزاء أمي وصاحبة عمري كله ناهد فريد شوقي في قاعة الوهاب مسجد الشرطة الشيخ زايد أمام هايبر ون يوم الخميس 7 ديسمبر بعد صلاة المغرب. البقاء والدوام لله وحده. وحس المتابعين من رسالة ناهد لوالدتها أنها بتألم، خاصة أن علاقتهم ببعض ما كانتش مجرد علاقة أم ببنتها، لكن ناهد كانت بتعتبر والدتها كل حاجة ليها في الدنيا وأقرب صحبة ليها، لدرجة أنها رفضت تتجوز عشان تفضل معاها ومش متخيلة تسيبها في يوم من الأيام. مش بس كده، ده ناهد سبق وصرحت أنها لسه بتنام جنب والدتها حتى بعد لما كبرت، وما بترتاحش غير في حضنها ولما بتكون معاها. حتى في أي مهرجان أو عرض خاص بأفلامها والدتها بتكون أول الحضور جنبها، دايما بيظهروا مع بعض في كل حاجة. فبالنسبة لناهد والدتها حبها الأول والأخير، لكن القدر فرق بينهم ولحقتش حتى تودعها قبل وفاتها ولا تشوفها في نظرة الوداع الأخيرة قبل جنازتها. فكتبت تعزية لوالدتها على السوشيال ميديا قالت فيها: البقاء من له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي. كمان الناقدة مجدة خير الله حست قد ايه ناهد مظلومة من وفاة والدتها، خاصة انها عارفة العلاقة القوية اللي بتجمعهم ببعض. فقالت في بوست تعزية كتبته ناهد: قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي، فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتى لا تبتعد عنها، كانتا مثل توأم ملتصق وقد قابلتهما معا، أعرف أن فقدان الأم الصديقة مأساة حقيقية لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الإنسان يستطيع يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه دافعا للاستمرار في تلك الحياة بكل قسوتها وحنانها. حاليا ناهد بتحاول تكون أقوى عشان تاخد عزا والدتها. ربنا يرحم المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي ويسكنها فسيح جناتها.